أهلا وسهلا. وهلأ عم نحكي هيك مع الشباب بنضوي هالشمعة، وهيدي خصوصي هاي الشمعة لعمو عدنان. ما في حدا نيقة مثله عزيح وهيك مرتب وهيك، بس عمو عدنان في ولاد ما فيهم يناموا إلا ما أمه تحط لهم الموسيقى تبع هيدا البرنامج. قلت لهم عمو عدنان رح يغيرها، غير لكم الموسيقى، وعنده موسيقى حلوة كتير لكتاره وغيرون على السبع مقامات كلها. في ولاد هيك حبت هالموسيقى وأمهم بتحضر وهيك تشفرت عليه لأنها بتشفي. عدنان عندهم والشباب موسيقى كتيرة فيها شفاء إلى سبع مقامات، خصوصي للأطفال، سبن شاكراز تحت السبع سنين. شو هي هاي كلمة شاكرا؟ هي مقام بتشوفوه حطوا شاكرا، أنا بعطيكم مفاتيح بس إذا ما استعملته بيضل حديدة. وهيديك بنقعد هون هيك على الأرض أو ما بعرف يعني مثل ما هلأ تكون، ولكن بدنا نحكي ونأكد اليوم إنه total acceptance، لتكن مشيئتك، الحمد لله، خلاص لا إله إلا الله، صلي بإيدك على وجهك بالثلاثة بالأربعة بالخمسة شو بتعمل، المهم أينما توليتم. كيف بدنا نقول؟ لتكن مشيئتك، الحمد لله الحمد لله، شو ما صار لا يصيبنا إلا. دمار شامل مدري شو من 2000 سنة راحت وبترجع بتروح مطرح ما رحت البرمودا والأطلنطس، وبتشوفوا إشي على الطريق يعني أنا بلاقيهم مهضومين بقلي هيسوس هاي هيسوس إنه الله المسيح أرمني ولازم تحكوا كلكم أرمني وتخبروا إنه بقرارات كلهم أرمني والمسيح أرمني، فهمتي؟ لا يس كهس كنام بس شاد لاف تشيم كيدر نيروتيو بمشي ما بحاورون يعني ما فيني ما فيك ما فيك تغير تعمل الحديد ذهب يعني انتبهوا بده وقت وبده أنا ما عندي وقت هيك يعني ببتسم هلا شوي ألطف وبقول طبعا لتكن مشيئتك بس هلا بهالوقت اللي نحن فيه كل ما أنا قويت نفسي هون جسد فكر روح جفر كل ما تقويت قويته قويت هيديك قويت هيديك قويت منصير اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ما في نكسرونا يد الله مع يد الجماعة أنا ضعيفة ما فيني وحدي يعني هلأ بطلب إذا في شي ستك بالأربعين على كتير خمسين بتعرفي على القليلة إنجليزي إنجليزي مع العربي ولغتك العربية يعني أنت عربية وإنجليزي أهلا وسهلا بتعيشي معي شهر تاني وحدة شهر تعي بيتأمن لك كل شيء شوفي شو عم بتشوفي بهالبيت شوفي كيف صمتنا شو بيت ما في إلا كتاب سرقته حلال والأكل موجود وهيك شو بشتغل شو بعمل كيف بقرأ كيف بكتب كيف بتحرك ما بنام أوقات هيك أيام ما بعرف ليش بيروح النوم هلأ وقت اللي بعتولي أهم نساء بالعالم شفتوهم عمرها 7 سنين منا نايمة مرة عمرها 35 ما بتعرف النوم أطول امرأة بالعالم 380 سنتي هلأ في انترنت في هابي بعتولكم بتشوفوا بتشوفوا قديش في جمال بهالطبيعة وكلها فإذا نحن ها total acceptance نعم يس بدنا نسمع له أزكى مني ما فيني إلكم يا أخوتي خصوصي يلي بس تشوفوا هيك كلكم منزيح من الطريق كنا إذا على العصاية ننتبه كلنا كيف وقت بتشوفون يعني نضربون دخيلكم نقتلون هيك فإذا هالتوتال اكسبتنس شو ما صار أينما توليتم أينما توليتم الحمد لله لا يصيبنا إلا كيف بدي أقوي هالانتويشن أول شيء ما فيني أنا وقعدي هيك اقعد جالس ولا جلس ظهرك ما تعيطي عليها ماما تربع هيك كنا تربعوا
صف سرميتك منيح. طلع صفها ماما هيك صف السرمية، لأنه إذا بنشلحها هيك بس يجي حدا أول 7 سنين هوم سكولينج، ما كان يروحوا الأولاد عمره 20 يوم طفل على الحضانة، ما كان في، كان في حضن مش حضانة، 40 يوم ما حدا يشوف الطفل إلا الأم والبي وأمه وبيه وأمه وبيه. اليوم بيخلق بتصوروه بتصيروا تبعتوه بالموبايلات، شفتوا شو عم بصير هلا الموبايل، كل العلماء عم تحكي بقى كلهم، هل أنا عالم وما إلي علاقة لا بالدين ولا بالإسلام ولا بها ولا بها أبدا كلهم، بس عم بحكيكم بعلم شو عم بصير بهالطاقة يلي بإيدينا كل الوقت، شو عم بتأثر على أفكارنا ونوايينا وطاقة الشم وطاقة هيك وطاقة هيك. يعني هي آلة، هي مكنة، أنت آلة، هيدي آلة، صارت إنسان آلة بخدمة الآلة، أنت بخدمة السيارة مش السيارة بخدمتك. فإذا بدي وعي، ما حدا بيجيب لك إياها، nobody can teach it but you can catch it. كل واحد منا جوهرة إلهية، هيدي الثروة والثورة جوا. الكتاب خير جليس ما فينا بلي، حلو كتير اللي قال هالكلمة، هي حقيقة أعطاني إياها جليس كومباني. خبرتكم أنا بنبسط بس حدا يسب الإسلام يقول يا لوعة بالجيرة، ما أنا كنت مثله. معك حق، معك حق، وهيك محمد اللي بتحبيه أنت، ما كان عندنا ولا مسلم بالأشرفية كله منك ومحجبين. قال له يي معك حق سامحني، بتركه خليه يستفري، خليه يستفري. بعدين ببلش هذا هو الإسلام، ما دام ماشي ما فيك تفهمه بس على القليلة. هيك المسيح قال، هيك بودا، هيك كريشنا، هيك. بتعرفوا هالمره يلي ارمله وما عندها غير هالطفل مات، قالوا لها ليكي شفتي هيدا بودا بيحيي الموتى، اخذت الجثه وراح. هلا ايه قبل ما تغيب الشمس، هلا بسرعه برجع بحييه، بس انا لي طلب بسيط منك، فيك تروح تجيبي لي كمشة قمح من بيت ما شايف الموت؟ قلت له ايه، ركضت عند اهلها، جدي ستي بيي عمي خيي جاري امي، ما كفيت رجعت لعنده وما طلعت بهالطفل. قالت له لو احييته بده يرجع يموت، علمني على اللي ما بيموت، الحي القيوم على الحي القيوم. هلا هادي حد في شي ما بيموت، فإذا نحن انت سرقتني وانت هيك وانت هيك وانت هيك، ما فيني لكم من وقت ما جيت من امريكا، يعني ما شفت الا الكذب والحرام والسرقه وهيك، بس هيدي كارما، هي سببيه نظفني. هلا ما بتعامل بفهم، بنتبه ما في مصاري بالبيت، خلصنا مع الاسكين شوكه خدهم خلص، اهلا وسهلا. هيدا غلط، هيدا سرق، هيدا سب في، هيدا هيك، هيدا الإناء ينضح بما فيه وينصح بما فيه، خلص من سمائهم تعرفونه، متر قماش ونقاش، خناقشة ومناقشة. قلت له قلت لك الحب فعل مش كلام، اغتصب. هيدا اليوم يعني هالمحششين وهالأفكار بتضحكك بس حقيقة. كل واحد منا كيف يقوي لتكن مشيئتك، نقبل القبلة أينما توليتم قبالة، لأن ما في شيء بيصير إلا لا إله إلا الله، يعني إلا بإرادة الوجود. كلمة الله بتعرفوا كيف صارت، يعني الله صغرتها والله زحلة، يعني كل واحد بس هالوجود هالكينونة شو ما بدكم تسموها، 99 اسم وصفة كلها فينا وفعل، بس المية ما بتنقال، موجودة مؤامرة على كلمة الله، مؤامرة على العرب وعلى المسلمين. نحن مش عرب يعني لأنه بنحكي عربي أو لأنه ركبنا عربية أو
يقعد واحد حد الملكة وبتعرفوا بالفرس رايحين وهيك. تيري صار شي فارت حدا اعتذرت الملكة قال أنا فكرت الفرس تيري مخطوم النكتة هي اعتذرت إنه الفرس عملت لأنه ركبين عربية ما هي الملكة كمان ركبت عربية الوقت تفتخر بالناس بتطلعن على الفرس ما في واحد اليوم راح لعند طبيب بيطري قال له يا خي أنا طبيب بيطري شو جاي تعمل عندي قال له اسكت اسمعني بالأول يا خي أنا بقوم قبل الضوء وبركض مثل الحمار على الشغل بروح لهوني مثل الكلب بركض بعمل بنزل لهوني بعمل وعشية بجيبني بحد البقرة يعني جاي لعندك مهضومين يعني إنه كلها لوين راكي لوين رايح كل الوقت go out 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 إن شاء الله بهاء يرجع قالوا له من أشتك باسبورك وانت باستراليا والمستشفيات لألك كلهم كيش وقت عملي قال لي حسيت انه انتمائي الى سوريا يا حبيب قلبي وبتعرفوا كيف اخذ شهادة الطب هو قال لي ما تقولي قلت له بدي اقول اهر عبقى ما فينا شباب بيقولوا لي هيك قال له انا رح اكتب الأطروحة على ذوقي هالمرضى انتوا الاطباء انتوا الممرضات وانتوا ناس من الشارع ما بكون شيء اهل المرضى انا رح اجرب فيكم 21 يوم تامل دايناميك ميديتيشن هيك وهيدا الاكل وهيك في اطباء تركوا شيلوا قالوا نحن معك حق وممرضات واخذ هالشهاده بده يرجع على سوريا يحط الطب الطبيعي ما رح قالكن منه قال له لا نحنا ما بدنا هالطب نجوا السفرات تفضل جنسية تعال عنا تعال عنا تعال عنا كل البدو بكل بلاد هالكرة الأرضية عم بيحكوا مثلك الأمراض عم بتزيد وهيك في أستراليا بيقلوا للمريض في هيك وفي هيك بس رح لك شو بيعمل فيك الدواء إيه لا معك حق إيه لا معك حق نحن عنا بدو نحن عنا بدو أنا مرة بالسعودية يعني والعائلة عنده 4 صبيان وأربع بنات بياكلوا هالأربع صبيان وأربع بنات خروف بالشهر وبين 4 ساعات مشيت بيجي بشق على الولاد ما بركب السيارة لما هدهم فيكم بليها يعني بس بيك بيمشي بيروح وهلا صار في انترنت وفي هيك وفي هيك وموبايل ومدري شو اكف ايدك رجعوا لهالناس انا مره لحوي هشام هون خلي كذبني انكسر الموبايل عندي مرتين ما حدا قدر يصلحه بالاشرفيه وانا قلت له رجعت اشتريت واحد اي هو احلى شيء الاغلى شيء ما عرفت فيه مدري لمين اعطيته قلت له هشام اقول لك حدا بيصلحه مرتين انكسروا مرتين بالضاحيه صلحوه ماشي يعني صدقه رجعت لهونيك مطرح ما بيبيعوا قال لي اختي اللي حقها هون 100 دولار حقها 20 دولار بالضاحيه هي نفسها وفي ناس انا بيي هيك كان بسموه شراخ مرشد بعلم مريد مرشد بعلم مريد كانوا اذا في اي مشكله باطباء السنين وبالنقابه روحوا عند الارمني عند بيي قال له حط ايدك هون حط ايدك هون بيروح الوجع حط ايدك هون ما بدي ابعد درس اعمل هيك اعمل هيك ما تاكل هيك ما تاكل هيك ما بقى في هيك اطباء قديش بدنا نبيع دواء ما تاخده بس اشتري ما معك انا معي انشورنس ضمان حول الكره الارضيه فيرست كلاس ما بقول لكم قديش بدفع وما استعملتها تعجب مره زحطت رحت على مستشفى الروم وليها اول مره بتجي عند الاطباء لك شو معي مثل دولاب عياري قالوا لي يعني مش انا بدفع قال لي انا رح ادفع رح ادفع لك اياه تستاهليها حطي عدولي بعياري
بس وقت بعيش بجميعا، ما عنا أكل بعد الساعة 6، عنا رضا وتسليم، نهاية العلم والتعليم. كلنا. فإذا أينما توليتم، نعم، لتكن مشيئتك، نعم. شغلة ما تشتري، يعملوا ويندو شوبينج، عايزة بس لأني دجران، لا بدي أروح أنا هيك بس أشتري، أعمل شوبينج. هيدا ميل القوم. قديش عم بينصرف على السلاح؟ السلام عليكم. مجانا مش مجانا، يعني بالسلام، ما في كلمة مجانا، شيلوا لي اياها. حطوا صدقات قد ما فيكم، الذين جاهدوا بأموالهم وبأنفسهم بالصدقات وبالزكاة. ما حدا بأمة العرب إلا مريم عملتها. وما جعت وما عريت. صر مية وحدة ما بعرف كم سنة إلى بجري. ما تعودت علي. مش عن جوع وطمع، عن شبه. شو عن جشع؟ وقت اللي جيت لبست من أغلى مطرح وأغلى أكل وأغلى مطاعم، وبعدين لا شاع وشفت كل زيارات وسرسرة ونهز إيدين ووزير ومعالي. ما بدي معالي، كعب ونعلي فوق أصحاب المعالي. قالوا لي عيب فكررت مقالي، ثم قالوا لي عيب يا حبيب قلبي أحمد مطر. بس شو بدك تعمل؟ يعني الإهانة مش بالإهانة، ولا الانتقاد بالانتقاد. تحيا البلاد، ما بدي هالانتقادات، مهضومين وأذكياء وكل شيء. بدي غير نفسي. منك بتعلم. تعلم الأدب منين؟ من قليل الأدب. منين تعلمت الطب الطبيعي؟ من الطب الاصطناعي. قدي بدها تضاين الكذبة؟ 2000 سنة، 3000 سنة، 1000000 سنة، بتموت بلحظتها الكذبة. ما بيصح إلا الصحيح، هيدا هو الصريح والتصريح والصحيح. ما تخافوا، إن خفتم من شيء فادخلوا فيه. هيدا جسمك، هيدا أنت، الحق علي والحق معي. لو قالوا لك انتبهوا مريم نور خطرة، لأن أنتوا ضعاف، إسرائيل مش قوية، أنا ضعيفة. ولو مارغريت تاتشر خافت وقت ما بدها تمرق طيارة أوشو من لندن، حبسوه 8 ساعات تيرتاحوا الطيارجية. هالقد أنتوا ضعاف، هالقد مسيحكم ضعيف. لا مشي على المي ولا شيء، هيدي كلها معجزات رمزية. ليه بدك تمشي على الماء؟ ما السمكة بتمشي. ليه بدك تطير؟ ما العصفور بيطير. فاير ووك، ليه بدك تمشي على النار؟ لأنه نو مايند فيك تمشي على النار، خلصنا. جورج جيرجيف حط هالعلم بحلب. شو عملنا فيهم؟ قتلناهم كل العلماء. جورج أوشاوا قال لها لمرته ليما أوشاوا، بيكون عمرك 99، بتقابلي مرة لبنانية وهيدا شكلها وهيدا وجهها وهيدا اسمها، وحط كل هالسر مثل ما الحبيب قال لها أنت أول ناس لحكيني لبنته، وبعدين قال لها أعطيني قنينة مشروب غازي هيك هيك. هو قتل حاله لأنه بدهم يحبسوه، واحد من بيو كونغرسمان. وقال جورج أوشاوا في أنواع من الأكل، في 7 نظام تغذية. هيدا ما فهم إلا أول نظام، تعيشوا على الرز، براون رايس، براون رايس نمبر 7، وهودي إيه هيدا هي أنت شي تعمل. وقت نظف حاله مات. ما فيك تنظف حالك بسرعة، بدك وقت. وبيو كونغرس مان عرفوا إنه بدهم يحطوه بالحبس، بدهم يعذبوه، بدهم. قال لها منلتقى فوق، مثل ما قال شربل لأمه، يا امرأة منلتقى فوق. والمسيح قال لها لا أنت أمي ولا أنت بيي. هاو رموز لشغلق بالمغارة. مين سلمان الفارسي؟ لو لم يكن سلمان لما كان محمد، لو لم تكن الشجرة وأمكم الأرض لما كان محمد. كلنا متواصلين، كلنا بهالحمد بهالشكر. فإذا الكتاب خير جليس، ما بقدر بليه أنا، أنتو وبكتب
بس يخلصوا الكتب هيك حطت لهم ستيكرز وهيك شي 20 كتاب، برجع بحكي حكي، بحكي كتاب بالإنجليزي كل يوم وبحكي كتاب بالعربي. انتو بتسمعوا خلاص، الصوت كتير مهم، وخط ايدي عم تقدروا تقروا كلمة صاد 55 حرف صاد 55 مرة هتكون تصلوا. قالوا له كيف؟ بعدين قال له الملاك قال لي ما بقى فيني أقل من خمسة مستحي. هي الخمس حدود الفايف elements، هو عم يحكي مع الملاك. شو بدي أقول لك؟ يعني بدي أقول لك حي قيوم مع حي قيوم، إلهية مع إلهية، ما رح نفهمها. بس في الملاك، قال لي الملاك هيك. فإذا بينك وبين هالإلهية ما في وسيط أبدا، دغري أنت علاقة أو هالوحد اللي فيكم. أوقات بتحسيه، فإذا إيه اليوم نسيتها، لا ضاعت هي إلى سبب، لتكن مشيئتك يا حبيبي، لتكن مشيئتك واهتزت الأكوان. بس بالمسيح؟ لا. شو هالألوهية اللي حطتها بس بالمسيح؟ وفينا انطوى، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بتحب تكون من ابن الضال؟ أنا رح ضل ناطرك. عنده 99 نعجة خروف رح يفتش. هلا يا خي ما عندك 99. الأمة بتفرق، قالت لنا الغايب تيحضر والصغير تيكبر والمريض تيشفى. هو اللي بحبهم أكتر شيء. ما طلبت لإلها ستنا هاجر، لابنها عم بيموت بإجره، زم 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 عطاها زمزم إلى أبد الآبدين. ومرة بتعرفوا وقت اللي كان قاعد الحبيب وقاعد حد جعفر وقاعد حد واحد معهم ضحية ونعجة، أعطيني أول قدم، تاني قدم، تالت قدم، رابع قدم، خامس قدم، ما في إلا أربعة. قال له لو قلت يا مدد لا أعطاك إلا اللبن، قل يا مدد يا مدد يا مدد. 90 يوم ما شافوا نار ببيته. هلأ برا هذا هو العلم، إسلام الله، إسلام الأنبياء والعلماء والأولياء، العلماء يلي ورثة الأنبياء. لحوي فينا وفينا انطوى. الأطفال كلها بتعرف هالجنين كيف كبر هون؟ راح على المدرسة كيف طلع؟ شايف أمه بالليل هيك، شايفك خندق وفي نور. يا ما في أميت عنا بالضيعة عأيامي تحت الزيتونة هون وهون، بعدين وقف النبات ايه كفي شغله، ترجع تاخذ الطفل تروح على البيت او نصرخ شهيده حفيده لشهيده. كان معنا هون جورج حداد بالتلفزيون، هلا تيلي لوميير، كانت هي تركض بس حدا يصرخ صابونه وقنين زيت زيتون، وتضل 40 يوم تطل يملحوا الطفل، ما يحمموا يملحوا. هلا في ولاده تحت المي اندر ووتر بيرث، في ريبيرثينج تنفس، انت فيكم تعملوه، ما حدا يحط ايده عليكم وما حدا يجي لعندكم. انت جنين برحمة الرحمن، انت جنين بهالدنيا بهالرحم، ما حدا، امك بيك اختك ستك جدك اللي بتحبهم وهيك، بس انتبه لحي فيك وفيك انطوى العالم الاكبر. نقوي هالحدس اللي عندنا، الحدس عند المرأة أقوى. طاقة صعود، اسمعي انتبهي، شو صار معك؟ يا أمي رحت السيارة بس أنا ما صار لي شيء وخيي كمان، الحمد لله. بتحس عندها طاقة صعود، رجال دنيوية، انكماش، انفلاش، هو الدنيا هي الآخرة تاخده معه. مشان هيك بيخلق كتير صبيان أكتر من البنات، بس الصبي الرجال بيموت قبل، الرجال بيموت قبل مرته، الصبيان بيموتوا قبل. ليه؟ مشان هيك بالمعمودية كلنا في مي ووضوء أكبر وأصغر، بيغيروا الأسماء إذا اسمك ضعيف، ما غيروا لي هيك. نيم نعم باور حطوا، أنا توم مونتي أستاذي بس حطوا معين الدين الشستي، هو وقت الأمر وإنه يقتلوا لمعين الدين قالوا له من 1200 سنة ميت، يعني إنه ما
بس هو حي جسديا، حي بكتبه، يعني الإنسان ما بيموت، خصوصية اللي تارك صدقة جارية، يعني هيدي لألك بتوسع قبرك. الموت في الفطرة في الإسلام احتفال، يا حبيب قلبي ناطر الرفيق الأعلى. ثالث يوم ما بتذكره خلاص، تكون أهله وسهلا أهله وسهلا. قالوا للمسيح ليش بعدك على الصليب؟ قال له رح ضل على الصليب تآخر واحد من إخوتي يفوت وبسكر الباب. رمز حلو كتير في قصص وحكايات، هي رمز روحي، مش إنه إيه هاي تفسرها مثل ما بدك. المفسرون هن المفسدون في الأرض، يعني بتفسروا على ذوقكم. وحكاني واحد، أنا طبيب أعشاب معي دكتوراه شهادات من هون ومن هون، قلت له سامحني سكرت، ولو كي بتسكري. قلت له يا خيي ليش تطول بالي، يعني نضيع وقتك ووقتي، ما أنا وحدي ما بقدر يعني بقى أحكي مع هيك. خلص خاطبوا الناس على قدر عقولهم، وما تضيعوا وقتكم معه. للجاهل كونوا مع العاقل، ولك الخيار يا مختار.